لم تمر 24 ساعة على التفجير الذي استهدف هيئة علماء القلمون في عرسال حتى دوّن انفجار آخر في البلدة، ولكن مستهدفاً الجيش اللبناني هذه المرة. الجيش استهدف بعبوة كانت موضوعة على جنب الطريق المؤدي إلى مدينة الملاهي، وهو طريق غير مأهول، فانفجرت العبوة عند مرور ناقلة جند تابعة له ترافق دورية لقوى الأمن الداخلي، وكان الموكب في طريق عودته حيث كان يحقق في التفجير الذي استهدف هيئة علماء القلمون في حي السبيل. النتيجة جاءت 5 جرحى للجيش اللبناني، جراحهم طفيفة نتيجة ردود وليس نتيجة شظايا، نقلوا فورا بسيارات إسعاف هرعت إلى المكان إلى مستشفيات قريبة ليضرب الجيش طوقا أمنيا مانعا أي كان من الاقتراب، وقام بسحب الملالة من الأرض. الانفجار حمل أكثر من رسالة برأي مصدر أمني، الأولى لصرف الأنظار عن تفجير علماء القلمون، الثانية رسالة للجيش اللبناني بأنه غير مرغوب به في بعض المناطق، والرسالة الثالثة أن الوضع الأمني في عرسال دخل مرحلة اهتزاز، ما هذه إلا البداية منها. هذا وقد أعقب هذا الاستهداف قصف للجيش اللبناني على مواقع للمسلحين في جرود عرسال براجمات الصواريخ.